اهلا بكل مشاهدينا من جديد. لسه بنستكمل معاكم فقراتنا في حضور سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبنسعد وبنشرف بانضمام الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. منور الوزير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك دكتور. يعني لما نيجي نقول ان احنا بنعمل تقليد سنوي بيحسسنا كلنا بالفخر، وبيحسسنا كلنا بالعزه، وبيحسسنا كلنا باجواء يمكن مش كلنا كنا عايشين وقت رفع العلم لأول مرة من 33 سنة، لكن لما بيتم المراسم ولما بيحصل ده قدامنا بنحس بالفخر وبنحس بالعزة وبنحس بالمجهود اللي أهالينا عملوه، سواء جهدوا في الحروب أو بعد كده في المعركة الكبيرة الدبلوماسية والقانونية اللي تم يعني مجابهتها من قبل المصريين. لما نيجي نقول أهمية احتفال وأهمية تواجد حضرتك في يوم مهم زي ده لينا كلنا، بداية يعني الحقيقة هناك أيام في تاريخ كل دولة أو أمة أيام تعتز بها، ورب العزة يقول لسيدنا موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله، وأيام الله لكل أمة هي أيام النصر، أيام العزة، أيام أن يحقق الوطن ما يريد. هذا جانب. الحقيقة أولا بداية بهنئ سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأهالي طابة وأهالي جنوب سيناء والشعب المصري بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعا، ذكرى استرداد طابة ورفع العلم المصري عاليا. واليوم طبعا سيادة اللواء مع القيادات القواتنا المسلحة الباسلة بيتم رفع العلم في رمزية عالية لسيادة الدولة المصرية على كل شبر من أراضيها. موضوع طابة بالذات أنا باخد منه رسالة مهمة جدا، لأن ده مر بثلاث مراحل ربما لم تحدث في أي قضية أخرى. أولا المرحلة الأولى مرحلة الحرب والتضحية والفداء والشهادة في سبيل هذا الوطن. المرحلة الثانية مرحلة السلام، وبنقول للحرب أدواتها ومتطلباتها وللسلام أدواتها ومتطلباته، وما فيش عاقل يجي في مرحلة السلام ويقول أنا عايز أحارب، لأن التعامل مع الحرب لها أدوات ومرحلة السلام لها أدوات. ثم تأتي مرحلة بالذات مرت بمرحلة ثالثة غير موجودة في باقي المناطق وهي مرحلة التحكيم. ده بيخلينا نقول ايه؟ الوطني الحكيم من يتعامل مع المراحل بأدواتها، فيتعامل مع الحرب بأدواتها ومع السلام بأدواته ومع التحكيم بأدواته الفنية، ولا يجوز استخدام أدوات مرحلة في مرحلة أخرى. ولذلك ألخص ده أقول العاقل أو الوطني الحكيم من يعطي الوطن، من يعطي الوطن ما يحتاجه الوطن في الوقت الذي يحتاجه الوطن. ما يجيش بقى في وقت الحرب يقول لك انا عايز في وسط الحرب كده ويقول لك لا انا بتاع سلام، ده انت في معركه صح. او ما يجيش في وقت السلام ويعمل موقف حرب. لا تسقط احكام السلام على احكام الحرب ولا احكام الحرب على احكام السلام. اتنين، مفهوم الدوله، قضايا التحكيم ده لازم الناس تشعر ان احنا العالم اليوم ليس كعالم الامس، وإذاك عملنا كتاب مفهوم الدولة وتطواها. الآن بقى في محاكم دولية وفي قوانين وفي مجلس أمن وفي أمم متحدة، فلا بد أن نتعامل مع العالم بأدواته. ما يقتضي التحكيم نذهب للتحكيم، ما يقتضي السلام نحن أهل السلام. إذا فرض علينا الدفاع عن أوطاننا دفعنا عن أوطاننا. فده من أهم نقطة، فقه المراحل والتعامل مع كل مرحلة بأدواتها. دايما احنا بنقول مع الوزير أن حب الوطن هو حب فطري زاده الإسلام تأكيدا وتعميقا، وزي ما حضرتك قلت المراحل اللي بيمر بيها الوطن لازم نتعامل مع كل مرحلة بحسب متطلبات هذه المرحلة. في حالة الحرب بنحارب، في حالة السلام بنجنح للسلام. فده ما يفعله دايما المواطن المصري لأنه هو بيحب بلده من كل قلبه. فعايزين نتكلم مع حضرتك أكتر عن ما ورد في الدين يحث على الدفاع عن الوطن بكل ما أوتي الإنسان من قوة. الدفاع عن الوطن زي ما قلت حضرتك في حالة الحرب، في حالة السلام، حتى الشائعات التي تتردد هذا برضو دفاع عن الوطن. الدفاع عن الوطن أو حماية الأوطان أو الحفاظ على الأوطان إحنا أفردنا له عدة كتب، مش كلام فقط. كتاب حق الوطن ده كتاب كامل أخرجناه مع سلسلة رؤية بالتنسيق مع وزارة الثقافة حق الوطن. عملت كتاب مشروعية الدولة الوطنية، كتاب الكليات الست اللي بيأكد أن الحفاظ على الوطن من الكليات التي يجب أن نحافظ عليها. والحفاظ على الوطن عطاء وانتماء وليس مجرد كلام. الوطنية ليست ادعاء وليست كلاما. وأنا الحقيقة بوجه رسالة مهمة جدا وإحنا بنتكلم عن فقه المراحل. الآن العالم كله بيمر بإيه؟ بيمر بأزمة الظروف الاقتصادية وغلاء وارتفاع الأسعار العالمي.
نيجي نقول له انت بقى ما تجيش انت عايز تخدم بلدك اخدم زي ما قلنا في الوقت اللي يحتاجه بالطريقه اللي يحتاجها. ده الرساله اللي بنوجهها لكل الناس. ده وقت التكاتف والتلاحم الوطني، سواء بقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ان احنا ناخذ بايدي بالذات الضعفاء والفقراء والمحتاجين ونكون صف واحد. لكن الاهم من ده اللي عايز بقى الوطنيه الحقيقيه الان في عدم الجشع وعدم الاستغلال وعدم الاحتكار. اللي عايز بيحب بلد ويقف جنبها في الوقت ده. والنداء هنا للتجار خاصه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ التاجر الصدوق الامين مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء. طب ليه مع النبيين؟ ايه اللي وصله؟ ان حب المال وجمع المال يعني يغلب على كثير من الناس. فاللي يتغلب على الغريزه الانسانيه ويتنازل عن شيء من ارباحي. انا في كتبت منذ ايام ان التاجر لو قلل هامش الربح بنيه يساعد الناس ويساعد بلده انها تعبر الازمات، كأنه تصدق بهذا الجزء الذي قلله. عظيم. من قلل هامش ربحه كأنه تصدق. عشان كده النبي قال للتاجر الصدوق الأمين، لأن محتاج مغالبة للنفس. لكن لو دخل في القصة التانية بقى، لو دخل يغلي على الناس ويستغل الأزمات. هختم بالحديث ده، شوف سيدنا النبي قال إيه: من دخل في شيء من أسعار الناس ليخليه عليهم، يغلي عليهم الأسعار، سواء كان بالاحتكار بالاستغلال باستغلال الأزمات، كان حقا على الله عز وجل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، يقعده مقعد من النار. فالرسالة اللي بنوجهها، زي ما هناك أبائنا وأجدادنا ضحوا بأنفسهم، وفي ناس أيضا وقفت رجالا في معركة السلام، وهناك من وقفوا رجالا في معركة التحكيم. الأزمة اللي بيمر بها العالم كله يتطلب من كل وطني صادق أن يقف بالتراحم بالتكافل بعدم الجشع بعدم الاستغلال بترشيد الاستهلاك. سيادة المحافظ، لما نيجي نقول إدارة الأزمة زي ما الدكتور محمد بيقول، وزي ما بنقول إن المحافظات الحدودية لازم بيبقى لها أسلوب معين في إدارتها، إحنا بنقول إن الفترة الأخيرة شهد كتير قوي من المشروعات التنموية، وكمان طفرة في بناء المساجد وفي بناء الوعي الديني اللي موجود بالذات على المحافظات الحدودية، علشان نقفل بقى الباب اللي كان ممكن يسبب لنا أي مشاكل. نقدر نقول إن الفترة اللي جاية فيها كمان تطوير في المساجد وتطوير في المنشآت الدينية. الفترة اللي جاية فيها شغل قد اللي فات مرتين. الله. يعني نبدأ كده يعني. أنا بشغال في الطور بطور فيها، وبشغال في رأس سدر وبطور فيها. شرم الشيخ ده حاجة تانية خالص. دي احنا هنيجي يا فندم شرم الشيخ قريب. كله يعني انا دلوقتي انا معاكي، انا عندي مجموعات عمل شغاله في شرم الشيخ دلوقتي. عندنا توسيع شوارع، عندنا رئات خضراء بتتعمل، عندنا تطوير في الطاقه الشمسيه، عندنا محطات شحن بتتبني، عندنا كتير جدا. طبعا حدث دولي مهم، حدث دولي مهم. واحنا هنيجي ان شاء الله قريب باذن الله عشان نغطي الكلام ده ان شاء الله. الموضوع الثالث هو موضوع سانت كاترين. انت بتطوري بتعملي المجمع بشكل مختلف، بتعملي مدينه صديقه للبيئه دينيه عالمي. والمدينه دي طبعا ان شاء الله مقدر ليها شهر اغسطس شهر سبتمبر يعني هتفتتح. دي برضو موضوع كبير أي ما بيه وزاره الاسكان وجهاز التعمير. ربنا يزيد ويبارك. احنا كام مره قلنا هتفتتح في خلال ايام؟ يا ما شاء الله المشروعات شغاله في نفس الوقت. ما كانش عندك قيادات بتدير. يعني شوفي انا عندي الشغل اللي بقول لك عليه ده كله، وفي نفس الوقت العيد بيتم في ميعاده في مكانه، في احتفال ثلاث ايام، قيادات موجوده، الطيارات جايه من مصر، وزراء موجودين، قيادات موجوده في اداره وإدارة كويسة جدا على فكرة. يعني ما فيش حد تقدر تقولي مقصر. ليه بقى؟ لأن احنا هنا من أنا جيت أول حاجة حطينا شعار نحن نستطيع، دي 2014 و2015، وحتى الآن هذا الشعار موجود جوه الديوان العام على في قاعة المؤتمرات الكبيرة. تاني حاجة حطيت شعار تاني وهو العمل بروح الفريق. يعني المحافظ هتلاقيه مع الموظف الصغير، مع عامل النظافه، مع الموظف الكبير، مع السكرتير. شغل تكاملي.
في الحقيقه يعني فاحنا بندير الازمات بطريقه علميه، عندنا مركز اداره ازمات رائع، عندنا شبكه طوارئ موحده مش في الطور بس، ده انا بعمل كمان في شرم الشيخ، والاثنين دول هيتوصلوا بالقوات المسلحه وبوزاره الداخليه تقدر تشوفي اي حاجه بتحصل في المحافظه من يا من الطور يا من شرم الشيخ. لازم يبقى عندك منظومه، عندك اجهزه اتصالات، كاميرات بانوراميه مغطيه. دلوقتي احنا بنغطي شرم الشيخ كله وبنغطي كاترين وهنكمل بعد كده بقيه المدن. عندك ادوات تقدري تسيطري بيها على الازمه. احنا قبل كده كانت الازمات عندنا معظمها كانت سيول، السيول والكوارث، واحنا قضينا على المشكله دي، عملنا يعني في سباق المرحله الاولى مع عديت 850 مليون. في سباق لاداره الازمه، يعني احنا دلوقتي مش طبعاً مستنيين الازمه ربنا يبعد تقع، لا احنا شايفين المشكله فين وابتدينا نشتغل عليها بحيث انها ما تقعش او بحيث انها ما تحصلش. وبعدين انا عندي متدربين يعني بينزلوا اكاديميه ناصر دفاع الوطني بياخدوا دوره بينزلوا بيجي لي سنويا ليا محل، سنويا بينزل موظف من عندي درجته كبيره يعني وبينزل بيتدرب وبيرجع على اداره الازمات متعلم. طبعا عندنا برضو الدورات بتاعه الرئاسيه، كل الدورات دي كلها الاكاديميه الوطنيه للتدريب واخده من عندي ناس بتدربت لي مجموعه من الموظفين، عندنا ناس دلوقتي متدربين متعلمين بقياده بقى واعيه باداره سليمه هتحل اي مشكله الحمد لله. يعني احنا ازمات بنقدر نسيطر عليها الحمد لله. عظيم. طيب ده هذا الدعم يا معالي الوزير انعكاساته ايه على المشايخ اللي موجودين هنا، انعكاساته ايه على خطبه الجمعه اللي موجوده هنا، لان برضو لازم تحمل جانب توعوي. هذا كده اللي ما ذكرته استاذه منى. الحقيقه يمكن سالت خالد بيه تقريبا سؤال برضو في الاطار ده، انا في مقال كتبته عن العواصم والحدود وبناء الدول. احنا الحقيقه في مصر دولة رشيدة زي ما سيادة الرئيس دائما يؤكد، دولة رشيدة في كل شيء، لديها وعي عالي جدا، وانت دائما ممكن تلاحظ سيادة الرئيس دائما يؤكد على قضية الوعي. الوعي فعلا جزء من الوعي بقى الوعي بالمحافظات الحدودية. الدول الرشيدة الواعية هي اللي تهتم بمحافظاتها الحدودية. ليه؟ مفيش دولة أوتيت من الوسط ومن القلب، دايما اي مشكلات كانت تحدث من الحدود، وما يحدث من اي استقطاعات او مشكلات حدوديه. ولذلك المفترض ان احنا دايما في المحافظات الحدوديه افضل الائمه، احنا مع معالي الوزير المحافظ عندنا في مسجد الصحابه اللي شفتوه اكيد، ومره تانية مجموعه من افضل الائمه الذين يتحدثون باللغات، اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، وبندفع افضل الائمه هنا. يبقى هنا افضل الاطباء، افضل المعلمين. ليه؟ لعشان نحصن وخاصه فيما يتصل ببناء الوعي في مجال الدعوه ومجال التربيه والتعليم. ولذلك احنا بندفع بنخبه من افضل الائمه الى المحافظات الحدوديه. الامر الثاني ان احنا اليوم فقط بيتم هنا في محافظه جنوب سيناء افتتاح واعاده تاهيل 6 مساجد جديده ما بين بناء جديد واحلال وتجديد. ايضا في الوقت اللي احنا مركز الثقافة الإسلامية شرم الشيخ والمركز الثقافي بالطور، احنا في مسابقة كبيرة جدا بنعملها سنويا مع السيد المحافظ عشان نشجع المواهب، زي الموهبة اللي حضراتكم شفتوها أمس بالليل، ابننا ما بين قراءة القرآن والابتهالات لتشجيع المواهب هنا، وهنا مواهب كبيرة جدا وبعضهم فاز على مستوى الوزارة وعلى مستوى الجمهورية. فبنعمل مسابقة وهيبقى توزيع جوائزها بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة في 17 رمضان بإذن الله تعالى. طبعا موضوع الخطب دايما زي ما حضرتك أشارت، احنا بنواكب الأحداث. احنا قبل ما يبدأ ظروف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كان محدد باعتبار ان اليوم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل المتابعين والمشاهدين طيبين، بمناسبة النصف من شعبان كان موضوع خطبة الجمعة ما وراء القبلة، وكان الحديث عن تحويل القبلة. لما جت ظروف تداعيات الأسعار العالمية والغلاء والأزمات خلينا الاحتفال بليلة النصف يوم الأربعاء أول أمس، وده اللي تم فيه الاحتفال بليلة النصف، لكن خصصنا الخطبة اليوم لفقه التعامل مع الأزمات، وده فقه الأولويات وترتيب الأولويات، وإن الخطاب الديني يبقى متواكب. عظيم. مع ما يحتاجه الناس وما يحتاجه المجتمع، ما ينفصلش عن الواقع. لا ينفصل عن الواقع.
أكيد. سيادة المحافظ لما نقول هو شهر مليء بالاحتفالات، ليست فقط احتفالات طابة، يعني احنا في شهر المرأة المصرية لو نقدر نقول، أو شهر المرأة بلا منازع. طبعا لا يخفى على أحد ان احنا هيحصل احتفالات كبيرة ودعم كبير من عند حضرتك للمرأة السيناوية، بالذات المرأة البدوية اللي خدت دعم وبتعمل للأطفال فيها أو للبنات الفتيات الصغيرين فصول إلكترونية للتأكيد على فكرة التعليم اللي بتحاول توصل لمختلف الأماكن. المرأة الجنوب سيناوية يمكن دلوقتي بقت موجودة في البرلمان بالتعيين من خلال برضو استكمال تعليمها. يعني احنا بنتكلم عن دعم كبير بيوجه لفئات كانت أقل حظا في طيب. فترات تانية هبدأ مش إيه اللي هعمله مع المرأة، هبدأ إن أنا اكتشفت منذ 4 أو 5 سنين إن البنت في الوديان، بكلمك بقى على جوه التجمعات البدوية، ما بكلمكيش على مدينة سدر مدينة لا المدن، لا جوه قوي جوه المدن. لقيت البنت بتوصل لسنة ستة بيقعدوها في البيت، الولد بينزل بيجيبوا له مواصلة بينزل يروح المدينة يمشي 40 كيلو ويمشي 50 كيلو بالعربية 30 كيلو هو وحظه، مش خايفين ويتعلم. دي قضية، وانا بقول على الهوا دي قضية قضية وشرحتها. اللي وقف جنبي الدكتور طارق شوقي، رحت له المكتب قلت له يا دكتور انا عندي مشكله، ما هو دي شغله المحافظ، المحافظ قاعد بيشوف المشاكل ويحلها، انا البنات ما بيتعلموش، انت هتعمل لي ايه؟ انا عايز البنات يعلموا، وبعدين مع الحفاظ على الطبيعه القبليه البدويه هو بيحافظ على البنت اول ما بتبقى سنه سته ما قاعده في البيت. طب ليه؟ طب ما نعمل لهم مدارس، نعمل لهم فصول، المدرسة الابتدائي دي نبني فيها 3 فصل وتخش البنت تخلص سنة ستة تبقى أولى إعدادي كمل تعليمها. إدارة الأزمة شكل جديد من إدارة الأزمة. والحقيقة استجاب، ويمكن الأخ وكيل الوزارة قال في التقرير إن إحنا أخذنا من الدكتور طارق 7 فصول ذكية حاطينهم في الوديان بنعلم فيهم. دي قضية، البنت لازم تتعلم، البنت لازم تبقى زي الولد. أنا مؤمن، انا عندي هنا رؤساء، عندي حوالي 5 قيادات نسائيه هيتكرموا مساء اليوم في شرم الشيخ، اولهم النائبه ثم مديره الاسكان ثم مديره التضامن ثم مديره الطب البيطري، دي سيدات، ثم في دكتوره ماسكه المراه ان شاء الله، ثم في احد الموظفات المشهور عنها بالكفاءه هتتكرم النهارده، دول كلهم هيتكرموا على المسرح قدام الناس كلها في عيد المراه. فاحنا هنا بنديهم اماكنهم، النائبه بتاعتي بتشتغل واخده سلطات وانا براقبها عن بعد وبتشتغل وبتنفذ وكل حاجه، ودي طبعا سياده الرئيس طبعا دي بيطلع الشباب، وانا يعني احنا عندنا حاجتين شباب وامراه في نفس الوقت. النهارده انتوا شفتوا الشباب وشفتوا فكر الاخ جبريل، جبريل ده معاه سياسه اقتصاد وبعدين خريج البرنامج الاول ده الرئاسه، راح اتاخد في الرئاسه وخد البرنامج الدفعه الاولى. نعم. فعايز اقول يعني احنا هنا ماشيين مع الدولة، ماشيين طبعا تجاه سياسة المرأة وتعليم البنات، وانا بقولها تاني مرة، وانا دي قضيتي. انا خدت 7 مدارس وبطالب كل مسؤول ومسؤولة في المجلس القومي للمرأة ان هم يحطوا بعين الاعتبار تكملة هذه المدارس. صحيح، احنا بدأنا بس ب7 فصول لكن لسه مكملين، بالظبط، في اماكن تانية بالتأكيد بالزبط. برضو محتاجة، بالظبط. طيب عظيم، مع الوزير عايزين نخرج من الموضوع شوية ونتكلم عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم. بداية يعني الحقيقة زي ما قلت احنا بنشتغل على محورين، محور الدعوي وهو الحقيقة فيما يتصل بإعداد المساجد وتجهيزها، وفي الإطار ده اللي يمكن سيادة المحافظ بيعلم ويدرك ان في جميع المحافظات احنا اليوم فقط بيقول زي ما قلت لسيادتك بيتم افتتاح 6 مساجد، فرش وتأهيل العديد من المساجد، دورات تدريبية بدأنا إن شاء الله، سيتم عودة الدروس في المساجد الكبرى والجامعة الكبرى والجامعة للأئمة المتميزين في درس العصر والقيام. وأيضا في الجانب التنموي احنا بنجهز الآن بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التضامن والتموين الحقيقة 500,000 شنطة سلع غذائية، 500,000 من الأوقاف من الموارد الذاتية للأوقاف، إضافة إلى 500,000 كيلو لحم، 500 طن لحوم سيتم توزيعها أيضا. احنا تعاقدنا مع التموين
على 800 طن هيتم توزيعها فين؟ على الأسر الأولى بالرعاية. احنا اليوم بالمناسبة دي بالتنسيق مع السيد المحافظ هنا بيتم توزيع 2 طن لحوم فطابة. على الفطابة عصير. على الأسر الأولى بالرعاية، لأن احنا بدأنا 100 طن في شهر رجب، 100 طن في شعبان، رمضان شهر الكريم 500 طن، 100 طن في شوال، وبإذن الله مكملين في مشروع صكوك الإطعام الذي جاء امتدادا لمشروع صكوك الأضاحي. لما عملنا مشروع صكوك الأضاحي وقدرنا نوصل لحوالي 1.5 مليون أسرة، قلنا طب ليه ما نمتدش على طول العام؟ والموضوع ده مهم جدا لسبب، احنا نسقنا مع سيادة المحافظ خد 1000 أسرة من الأسرة الأولى بالرعاية، دول مش ياخدوا مرة ويمشي، ده اللحم تجيله مرة كل شهر. مرة شهريا. بياناتهم بقت موجودة. بياناتهم موجودة ومدققة وبإشراف السيد المحافظ والتضامن مع بعض. بعدين كمان في رمضان ياخد مع الكيس اللحمة ياخد معه شنطة رمضان. فاحنا بنشتغل على المحورين، الجانب الدعوي بمنتهى العزة وبشكل قانوني سيادة المحافظ ويعني يصرف وكأنه التموين الشهري له، وهو الأهم في هذه الفترة التأكيد على كرامة وعزة المصريين، وأن المصريين من حقهم حياة كريمة وصرف كل ما يستطيعوا أن يأخذوه بكرامة وبعزة وبفخر كده يبقوا حاسين أنهم اللي حضرتك بتقوليه ده التطبيق الفعلي. وسيادة المحافظ يعلم لا نسمح بتصوير أحد عند أخذ عطاء. القائمة بتدقق، إما بيجي ياخد من مكان محترم سواء من التضامن أو من الأوقاف أو الحاجة بتروح له لغاية البيت. الراجل لما بيتعامل مع مؤسسات الدولة، لأن ده مشروع بيتم ما بين الأوقاف والتموين والتضامن والمحافظة، كل واحد فينا ليه دور. التضامن بتعد لنا القوائم من خلال دراستها الميدانية، التموين بتوفر لنا والإتاحة خدمة، الأوقاف بتمول، المحافظة بتشرف، وفعلا بنجتهد ان احنا نوصل لأقصى الأسر الأولى بالرعاية. لكن أهم نقطة اللي سيادتك قلت عليها ان يأخذ بعزة واحترام لحد بيستغله كما كانت الجامعات اللي بتتاجر بالعطاء وتستغله وتقول له بص لو انت ما جيتيش حضارة الدرس الشيخ الفلاني ولادك مش هياخدوا المساعدة وانت مش هتاخدي، ولو ما طلعتيش انتخبت الجماعة مش هتاخدي. لما كانوا بيتاجروا بالعطاء ده الفرق بين الجماعات التي كانت تعمل لمصلحة الجماعة والدولة التي تعمل لعزة المواطن وكرامة المواطن. سعدنا وشرفنا وسعداء جدا بتواجدنا النهاردة في هذه المناسبة المحترمة اللي بتخلينا يعني نحس مشاعر يمكن احنا ما كناش موجودين وقت رفع العلم، لكن بنوصل لنا اللي حصل مع الآباء والأجداد. مظبوط كلامك طبعا. منا احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. احنا مع الوزير يا شاذلي اللي فضل. بنشكر التلفزيون المصري اللي بيخش بيوتنا واللي بيجي لنا واللي باستمرار موجود معانا بيتابع الاحداث. احنا عندنا احداث كبيره جدا، نتمنى معظم التلفزيونات ومعظم الفضائيات ومعظم هذه البرامج مش مداخلات يكونوا موجودين على الارض. على الارض انا عندي تطوير قلت لك في الطور وفي صدر وفي دهب، شرم الشيخ بتتقلب ان شاء الله يا فندم. احنا قريب زي ما قلنا لحضرتك والتجلي الاعظم في طبعاً. كاترين من اهم المشاريع طبعا على الارض. نتمنى ان الاعلام المصري او التلفزيون المصري او باقي التلفزيونات تنزل وتشوف هذه يعني اللي بيحصل ان شاء الله يا فندم باذن الله. وانا بشكر احنا بنشكر سيادتك طبعا شكر خاص. شكرا جزيلا مع الوزير شرفتنا ونورتنا سياده اللواء. بنشكر سيادتك وطبعا هنسيبك دلوقتي عشان تستقبل الضيوف لمراسم رفع العلم. مشاهدينا بعد قليل مراسم رفع العلم هتنقل على الهواء مباشره. النهارده خطبه الجمعه، بكره في ندوه كمان مهمه جدا للدكتور مفيد شهاب وهو عضو من اعضاء لجنه التحكيم اللي كان او لجنه التفاوض عفوا اللي كان سبب من ضمن الاسباب في استرداد طابه. هتبقى ندوة مهمة جدا هنتكلم فيها برضو عن الدروس عشان الأجيال اللي جاية كمان تعرف يا منة احنا عملنا. يا ريت الندوة دي تسجل. وكمان انا جايب مفكر كبير، جايب الدكتور سمير فرج طبعا اللي هو دكتور سمير فرج طبعا يا فندم. في 2 قامة كبيرة جدا موجودين بكرة في جامعة الملك سلمان، انا هشد لهم شباب كتير عشان يجي يسمعوا ويتعلم. نرجو ان برضو التلفزيون يسجلها حتى لا ننسى. الندوات دي بتتعمل عشان نبقى عارفين وكمان للي موجودين حتى لا ننسى. سعدنا مشاهدينا ان احنا كنا معاكم موجودين على مدار 3 ساعات من طابة من جنوب سيناء. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.